هاي كيفكم؟ بدي احكي لكم عن كمان كتاب للاطفال كتير كتير بحبه. هذا بصراحة حب شخصي. ليه؟ لانه انا من انا وصغيرة كانت واحدة من الفيري تيلز المفضلة عندي. حتى ما كان دائما تحكي لي مش فاهمة ليه هالقد بتحبيها، بس بحب القصة هاي كتير، اللي هي The Princess and the Pea، اللي هي قصة الاميرة وحبة البازيلة الصغيرة. اوكي، هاي القصة ليه بحبها كتير، وهذا يعني هذا الكتاب. هلا هاي القصة طبعا انها فيري تيل، انعادت كتير بصور مختلفة ورسومات مختلفة، بس انا بحب هذا الاديشن اللي هو للورد تشايلد اند بولي بورلاند. اوكي، سبب حبي لهاي القصة انه هاي القصة معمولة بالستايل التصوير، مو بس ارت، تصوير. يعني هذا الست والكاتبة والفنانة بيجهزوه، هذا كله شغل حقيقي. يعني هم زي عاملين بيت، زي بحكي بيت ألعاب، حاطين فيه الشخصيات من ورق. أوه، زي بيحكوا القصة عن هذا بهذا الستايل. فأنا كتير بحب هذا الكتاب. It's one of my favorites. المهم أورجيكم اللي هي أحلى إشي بالقصة. انا وصغيرة كان في عندي بيت باربي، وواحدة من الاشياء كانت هيك زي هيك نوع فرشات. اوكي، احكي لكم شوي عن القصة. I think انه كتير ناس بيعرفوا القصة، اللي هي اميرة الملكة بدها تختبرها عشان تزوجها لابنها ان هي عن جد اميرة ولا لا، لانها بتكون ضايعة لما تيجي عندهم على البيت، والولد بيكون بدور عروس. فبتروح الام تطلب انهم يجيبوا كتير فرشات يحطوهم تحت بعض، واخر طبقة بالفرش تحط حبة بازيلا اذا الاميرة صحيت مو مرتاحة، اذا هي اميرة. اذا ما حست فيها وما فرقت معها، اذا هي مو اميرة. طبعا اميرتنا بتحس بالموضوع واخر شي تتزوج الامير، ان هي عن جد كتير مدلعة وحست انه الفرشات، مع انه كل هاي الفرشات فوق بعض مش مريحة. فانا كتير بحب هاي القصة، هاي حماتها المستقبلية. In any case، إذا بتحبوا الفيري تيلز رح تحبوا هذا القصة. في كتير كتاب وكاتبات يعني رجعوا عملوا من الفيري تيلز إشي بطريقة تفكيرهم هم، حتى طريقة الروي بتكون مختلفة عن الأصلية. الكتاب مناسب I think للفئة العمرية برضه 4 لفوق. It's a fairy tale. فإذا بتحبوا هاي القصة I think أولادكم ممكن يحبوها، أو بالأحرى بناتكم.